مساء الخير اعزائي المشاهدين واهلا بكم في حلقه جديده من حوار مفتوح مع نيافه الانبا بشوي مطران دمياط وقفر الشيخ ورئيس دير القدسة دميان البراري بلاس ورئيس ومدير معهد الدراسات القبطيه مساء الخير يا سيدنا اهلا استاذ هاني اهلا بحضرتك كنا بدانا من الحلقه اللي قبل اللي فاتت سلسله كيف ندرس الكتاب المقدس اخذنا الحلقه الاولى كانت كيف ندرس بروح الصلاه خدنا الحلقة الثانية كيف ندرس بروح الخشوع والاتضاع حلقتنا النهاردة بعنوان كيف ندرس الكتاب المقدس بروح الخضوع والاستماع في البداية سيدنا عايزين نعرف ايه الفرق بين الخضوع اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة والخشوع اللي كان موضوع حلقة الاسبوع اللي فات طبعا هو في علاقة بينهم روحياً لكن من ناحية العملية الحقيقية يعني هو الخشوع بيساعد على الخضوع بيساعد لكن الخضوع حاجة والخشوع حاجة يعني في حاجة ممكن تساعد التانية لكن مش شرط تبقى هي هي يعني مثلا لو البوتاجاز بيساعد في الطبيخ بس مش هو الطبيخ لكن مطلوب عشان الطبيخ يمشي مش كده برضو يعني الخشوع يساعدنا ان احنا نوصل للخضوع ايوه طبعا لكن الخضوع له مفهوم غير الخشوع يعني الخضوع اللي هو عدم قساوة القلب في التعامل مع وصايا ربنا الخضوع معناها الطاعة للوصية الخضوع معناها إنكار الذات ولذلك السيد المسيح قال من وجد ذاته يضيعها ومن اضاع ذاته من اجلي يجدها فمش هيقدر يخضع للوصيه الا اللي قال عنه السيد المسيح من اراد ان يكون لي تلميذا فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ما يتبعني فدي فيها حته الخضوع هنا الكلام مش عن الخشوع يحمل الصليب ويتبعني دي حتة إن الواحد يتنازل عن رغباته الشخصية واشتياقاته الشخصية اللي جايز لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد فيتنازل عنها ويخضع للوصية لكن الخشوع زي ما شرحنا إن الواحد يبقى قاعد في بطريقة خاشعة ويحس إنه في حضور الله بيسمع صوت ربنا بيحترم الكتاب المقدس ما يبقاش مثلا مشغل التلفزيون في موضوع مش الكتاب المقدس وقاعد يقرا كده او قاعد يتسامر مع حد وفي نفس الوقت بيقرا في الكتاب دي جايز تحصل لو واحد بيتناقش معاه مثلا في حاجه فطلع له آيه لكن دراسته هو الشخصيه قلنا انها لازم تكون فيها تركيز فيها خشوع فيها فيها اللي احنا هنتكلم عنه النهارده فيها خضوع وفيها استماع. طيب آه لو بدأنا نتناول أول جزئيه وهي الخضوع كيف ندرس الكتاب بروح الخضوع؟ يعني ازاي نوصل لمرحله ان احنا نبقى خاضعين في دراسه الكتاب؟ أنا هشرح الموضوع ده بس أرجو يطلعوا لنا على الشاشة بعض آيات من الكتاب المقدس هقراها وهنطلق منها إلى شرح الموضوع بس عشان إحنا المفروض التعليم بتاعنا يبقى مبني على كلام ربنا مش فكرنا الخاص وكان قدست البابا شنودة الثالث ربنا يناح نفسه وينفعنا بصلواته كان دايما لا يمكن يتكلم في موضوع روحي إلا لما يبقى مليان آيات من الكتاب وربنا يطول عمر غداس البابا دروس الثاني أزمنة سلامية مديدة الآيات بقى هناخد من المزمور 118 برضو اللي هو المزمور اللي قلنا عنه إن ما فيهوش جملة واحدة ما بتتكلمش عن كلام ربنا أو وصاياه مع أنه هو 21 قطعة وكل قطعة فيها حوالي 8 جمل في المتوسط فبيقول في القطعة الأولى مزمور 118 بنص الأجبية أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك حينئذ لا أخذ إذا ما تطلعت إلى جميع وصاياك أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا هنا واضح أنها عايزة خضوع يعني نفس المزمور في الترجمة البير البيروتية غير الأجبية يعني بيقول أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما تقريبا نفس المعنى ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك وفرائضك دي اللي هي ناموسك أو وصاياك يعني. حينئذ لا أخذ إذا نظرت إلى كل وصاياك ده مزمور 119 الآيات أربعة وخمسة وستة برضو نرجع للأجبية مزمور 118 القطعة الخامسة بيقول له ضع لي يا رب ناموسا في طريق حقوقك حقوقك دي اللي هي برضه وصاياك نفس المعنى يعني، فأتبعه كل حين، فهمني، فأبحث عن ناموسك وأحفظه بكل قلبي، عشان أحفظ لازم أخضع، وإلا هقول لا لا الوصية دي من ضرمك على خد الأيمن خدك الأيمن فقدر له الآخر أيضا وده معقول، ما هو بقى يبتدي الواحد يفصل في تطبيق الوصية ها؟ <applause> يمكن الجزئيه دي هتاخدنا لسؤال تاني في ساعات كتيره الناس بتطرحه وهو يا سيدنا هل الخضوع ممكن يكون مذله للانسان؟ يعني حبت. من لطمك على خدك الايمن ولكن نخلص الجزئيه دي ونبدا ندخل في المعضله دي يا ريت تخلي السؤال ده قائم بس اول ما اخلص قرايه الايه اتفضل يا سيدنا عشان ايه؟ ناخد الخلفيه من التعليم ده ده. بتاعت ربنا يعني نفس القطعه دي موجودة في المزمور 119 في الترجمة البيروتية الترقيم فرق رقم واحد بس بين 118 و 119 في المزامير أغلبها زايدة في البيروتية رقم عن ال... عن الأجبين. مجرد أن مزمور اتجزأ على على اثنين مثلا مم. فنتج عن كده اطرح الرقم اختلاف في الترقيم مم. والترقيم طبعا معروف ان دي حاجات اتعملت في عصور قريبه وترقيم الايات ما هياش في اصل النص بتاع الكتاب المقدس فدي ما تشغلناش في حاجه يعني. بيقول علمني يا رب فرائضك فاحفظها الى النهايه ونخلي بالنا من كلمه احفظها الى النهايه. بيقول له كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه. يقول له ان تحفظ اعمالي الى النهايه في سفر الرؤيا فهمني فالاحظ شريعتك واحفظها بكل قلبي بكل قلبي مزمور 119 33 و 34 دي اللي هي زي القطعة الخمسة من مزمور 118 جزء منها بعد كده الآيات بتطلع على الشاشة اه معنى زي احملوا نيري عليكم ده المسيح بقى بيتكلم رب المجد، وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، دي قلناها قبل كده وإحنا بنتكلم عن التواضع، فتجدوا راحة لنفوسكم، كِمَلِتْهَا بقى لأن نيري هين وحملي خفيف حتى من ضربك على خدك الايمن فقدر له الاخر ايضا اه برضه نير هين وحمل خفيف هنشوف ازاي فضل ايتين بس ونبتدي نجاوب على السؤال ونجاوب على السؤال بيقول ان احبني احد سيد المسيح آه انا نسيت اقول الشاهد اللي فات متى 11 29 و30 نيري هين وحمل خفيف <applause> المرة دي يوحنا 14 23 السيد المسيح برضه بيقول إن أحبني أحد يحفظ كلام يبقى الخضوع هنا دليل على الحب <applause> ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا طب إزاي الأب والابن هيسكنوا في واحد هي الحكاية إنه يقصد أنه هيسكن فيه الروح القدس وحيثما يوجد الروح القدس فهناك يوجد الأب والابن أيضا لأن الجوهر الإلهي واحد فلما إنسان بيسكن فيه روح الله بيبقى الروح القدس هو اللي شغال لكن ده ما يمنعش إن مش ممكن الروح القدس يبقى بيشتغل وما تكونش النعمة دي جاية من الآب من خلال الابن بواسطة الروح القدس زي ما قالوا الآباء دي حاجة الحاجة التانية مش ممكن الروح القدس يشتغل مستقل عن الآب والابن أو منفصل متميز في تمايز في عمل الأخانيم يعني أقول دور الآب دور الابن دور الروح القدس لكن العمل الإلهي واحد لا يتجزأ يعني مثلا عمل الخلاص الابن مصلوب الاب يتقبل الكفارة وبيتقبل وبي... إيفاء العدل لله حقه بيشتم رائحة رضا والسرور من ذبيحة الابن الوحيد والنار اللي بتصعد الذبيحة زي ما كان بيحصل هي نار الروح القدس حتى يقيل في النبوة بتاعته لما تكلم عن يوم الرب العظيم قال دما ونارا وبخار دخان تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم 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 المسيح النار نار نار الروح القدس بخار الدخان اللي هو لما كانوا بيشوا الذبائح على المذبح ده حسب شريعة موسى كان بتطلع زي بتاع الكباب كده مش بيبقى طالع من عنده دخان كده اللي هو شوي اللحمة فهو المسيح كان بيجوز في نار العدل الإلهي بيوفي الدين اللي علينا فاجتمه أبو الصالح وقت المساء على القدس آه أنا بس حبيت أفسر يعني إيه يحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا دي يوحنا 14 23 الآية اللي بعديها فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه وصاياه ليست ثقيلة دي بقى مش المسيح اللي قالها لكن قالها يوحنا الحبيب التلميذ الذي كان يسوع يحبه في رسالته الاولى الـ 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 الاصحاح خمسة الاصحاح الاخير يعني في الرسالة الاية ثلاثة فقبل ما انسى اجاوب على السؤال بتاع حضرتك اه نعيده تاني برضو للسادة المشاهدين آه عشان يتابعوا معانا الآيات والوصية لما بتتاخذ بروح الخضوع في ساعات بيتقال إن ده بينمي المزل عند الإنسان أو ده ضد حرية الإنسان مم. أو ده بيعيق, بيعيق الإنسان عن إرادته إنه يبقى حر ويعمل اللي هو عايزه فبيبقى من لطمك على خدك الآن بحول الله الآخر ده نوع من أنواع الزل والمزلة ده كمثال ده كمثال على فكرة جان بول سارتر فيلسوف وجودي في فرنسا قال أنا ما بنكرش وجود ربنا لكن لا يوجد الله لكي أوجد أنا يعني إيه؟ يعني هو الملحدين بعضهم بينكروا وجود ربنا خالص فقال أنا لا يعنيني إن في ربنا يعني ما وخلقنا حتى بس ما يلغيش شخصيتي ولا يلغي حرية إرادتي مين سبقه في الحكاية دي أه؟ من زمان قوي لوسيفر زهرة بنت الصبح اللي هو إبليس أو الشيطان أو التنين أو الحياة القديمة دي ألقاب لي يعني قال إيه قال وفي في مسرحية جوبتر م? بتاعت جان بول سارتر بيقول في المسرحية بيقول له أنت خلقتني واديتني حرية الإرادة ورجعت سرقتها مني تاني بالوصايا بتاعتك <applause> شفت المفهوم ده موجود إزاي حتى في مسرحية مشهورة جدا وطبعا في الغرب لما تطلع مسرحية من كاتب مشهور يا على اليوتيوب اسمها بست سيلر ومش عارف ايه الكتاب اللي اسمه بيست سيلر في المكتبات يعني أفضل الكتب مبيعات المبيعات يعني أكتر عدد بيتباع منه وتيجي الأفلام تاخد البيست سيلر دي وتعمله فيلم وحصل بقى في الأجيال بتاعتنا دي يعني عدة أفلام اعترضنا عليها ونشكر ربنا ما تعرضتش في مصر من هذه الأنواع يعني فيش داعي افكر الناس بيها دلوقتي <applause> مين بقى اللي ابتدى القصه دي الشيطان قال للملائكه هو ربنا بيدينا الوصايا ويامرنا ان احنا نسبحه طب وفين حريتنا احنا اتغر قال له افسدت حكمتك لاجل بهائك بكثره تجارتك ملأوا جوفك ظلما فاخطات انت كامل في طرقك حتى وجد فيك اثم ايه هو الكبرياء طب نناقش القضية دي بقى بسرعة ربنا بيدي الوصية للخليقة مش البشر بس والملايكة عشان يحافظ عليهم ازاي يا سيد يعني هو عارف طبيعة الكائنات اللي هو خلقها هي محتاجة له بولس الرسول قال الذي به نحيا ونتحرك ونوجد هو الينبوع هو اللي محتاج لي ولا انا لو عطشان انا اللي محتاج للميه هو مش محتاج لي في حاجه لم تكن انت محتاجا أن الى عبوديتي بل انا المحتاج الى ربوبيتك فربنا عارف تكويننا بالضبط ايه وعارف الاحداث هتمشي ازاي يوحنا في فم الذهب قال افضل طريقه تتخلص بها من عدوك هي ان تحول هذا العدو الى صديق وبعدين ربنا بيشتغل في الموضوع يعني ابونا مخيل ابراهيم كان ما فيش معاد تاخير القداس يوم الحد زمان تاخير قصدي الشغل فكان بيشتغل في القاهره فالمدير بتاعه زعل منه انه بيجي يوم الأحد متاخر فصمم انه هو يحضر القداس قال له زي ما حضرتك بتحرس ان انت تمارس العباده بتاعتك انا من حقي فرح ساحب اوراق مهمه جدا حطها في الخزنه وفي تفتيش جاي تاني يوم لو ما الاوراق دي هيحبسوه وراح نام فمراته لقت واحده لابسه ابيض بتقول لها لو جوزك اذى مخيل اللي بيعبد ابني فداه ولادك الاثنين دول فنامت راجت على صحتها تاني وقالت لها نفس الكلام فصحت جوزها قالت له انت ناوي تاذي واحد اسمه مخيل بيشتغل عندك في المصلحه قال لها عرفت منين قالت له كذا 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 راح الصبح بدري رجع الاوراق التاني مطرحه <applause> وقال للساعي لما يجي مخيل خليه يجيني اهلا مخيل افندي اتفضل هات قهوه يا ابني لمخيل افندي يا مخيل افندي ابقى روح الصلاه بتاعك براحتك ومفيش اي حاجه و... بس ليه طلب شرط قال له ايه قال له تصلي من اجل اولادي قال له حاضر من عينيا قال له بس ليا سؤال عند سعادتك قال له ايه قال له يعني إيه سبب التغيير الجامد ده؟ فحكى له اللي حصل وقال له إدعي للعيال وادعي فقال له حاضر من عينيا بعد كده بقى اتعمل نظام إنه يوم الحد الموظفين يقدروا يروحوا يوم الحد متأخر عشان يلحقوا يحضروا القداس الأولاني وما كانش زمان في قداسات يوم الجمعة فكان بيضطر إنه يحضر القداس ويروح متأخر ايه اللي انا اقصده من القصه دي اذكر يوم الراحه لتقدسه دي وصية الرابعة الوصية العشر زي لا تقتل ولا تزني ولا تسرق فمش قادر انه ما يروحش يحضر القداس مرة في الأسبوع لأنه عنده أمر إلهي وصية فهو نفذ الوصية م? وكان هيروح السجن لكن السماء تدخلت اللي ما بيؤمنش بتدخل السماء هيحسبها بعقله فيقول لا ما اقدرش كمان الزاويه اللي كنت بتكلم فيها ان ربنا عارف طبيعتنا لما المسيح بيقول كل ما نظر امراه واشتهى فقد زنى بها في قلبه هو بيدور على مصلحه الانسان لانه بعد النظره الشهوه هتشتغل والشهوه متى حبلت تنتج خطيه والخطيه متى كملت تنتج موتاً يعقوب الرسول بيقول كده طب ما ربنا مش عايز يوصلني للموت فبيقفل عليا سكه الخطيه من الاول وبيحافظ على الزوج عشان ما يخونش مراته وبيحافظ على الزوجه عشان ما تخونش جوزها وتتبهدل وتنطرد وساعات تمسك في ذات الفعل وتعمل لها قضيه وتبقى فضايح يبقى الوصيه عشان ربنا يحافظ على الانسان ويحفظ له اهم من ده كله على ابديته عايزه يتمتع بالحياه الابديه فهو لما بيمشي في طريق الخطيه بيصاب بمرض الايدز بسبب الزنا او الشذوذ وحاجات معروفه طبيا وكمان امراض اخرى غير كده وصحته بتستهلك وبتبقى حياته كلها ظلمه وعايش متعبان فربنا مش عايز الانسان يتبهدل فبيدي له الوصيه لكن بيقول ان احبني احد يحفظ كلامي ويحبه ابي واليه ناتي وعنده نصنع منزلا خلي اللي يضرب واحد على خده ويدور يدور الخد الثاني ويخش ربنا في الخط وشوف هيحصل ايه بعد كده يعني لازم وهو بينفذ الوصيه دخل ربنا وعنده الخط. ايمان عنده ايمان انه هيحول هذا العدو الى صديق وفي الحقيقة الآية دي سيدنا يعني منها وعد أكثر منها وصية يعني منها وعد أن بيقول وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا ده وعد ووعد تاني لأن نيري هين وحملي خفيف الله <applause> في ناس بقى بتقول أن الخد التاني هو الغفران في القلب من جوه يعني ضربوا ألم فيقول الله يسامحك بس لو كان عضو في الكنيسة ما ينفعش كده ممكن يتقبل الوضع بهدوء ويعاتبه وإذا ما ينفعش يجيب واحد أو اتنين زي ما قال المسيح إذا أخطأ إليك وإذا ما ينفعش يقول للكنيسة واسمع الشام الكنيسة يبقى خلاص هو عمل اللي عليه لأنه ما يسيبش أخوه غلطان وما يعذبوش في مسؤولية أدبية هنا فلما الكنيسه تخش في الموضوع هتقول له انت غلطان لو ما سمعش من الاول ولو ما كانش غلطان خلاص فالنقطه انه في كل الاحوال بغض النظر بقى عن التفاصيل اللي انا قلتها انه في ناس بتفسر الخد الثاني اللي هو الصفح يعني ايه؟ الغفران انه ما يشيلش في قلبه كراهيه ويبقى خايف على اللي قدامه لو كانت كلمة الله يسامحك هي المطلوبة خلاص لو كان العتاب من أجل أخ عضو في الكنيسة هو المطلوب يبقى يمشي فيه بس في كل الأحوال هو بيدور على مصلحة اللي قدامه مش بينتقم لنفسه في كل الأحوال وده برضو يودينا الجزئية سيدنا أن الخضوع اللي نفتك بتتكلم عليه في ساعات بيصطدم بالحسابات العقلية وخلص بقى يعني عليا. تلاقي أنه عشان أخضع لآية أو أخضع لصوت ربنا اللي أنا بدرسه في الكتاب بيصطدم بحساباتي العقلية بس بيقول المدير ده بقى ده. بيقول له لأبونا مخيل وهو لسه قبل ما يبقى كاهن ها؟ بيقول له أنا بترجاك تصلي لولادي بترجاك مين فيهم اللي بقى في موقع القوة ناس كتير هترد برضه عن يافتك تقول لك ده ابونا مخائيل احنا مش ابونا, أبونا مخائيل ابراهيم اللي, اللي بعد كده اخر مرحله في خدمته كانت في كنيسه مريم مرقص في شبرا وله قصص كتير الناس بتحبها وبتعتز بيها ويوم نيحته قدس البابا شنوده الثالث ربنا ينحي نفسه ما كناش قادرين نكلم البابا شنوده خالص التزم الصمت يوم بحاله واظن دفنه تحت الكاتدرائيه كمان وصلى عليه فكان شخصيه لها تاريخها في تنفيذ وصايا ربنا بالظبط ما هو عشان كده هو ابونا ميخائيل فعنده الايمان القوي اللي يقدر يخليه يخضع يا حبيبي ما هو ده المطلوب ما هو بطرس الرسول بيقول كونوا قديسين نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في كل سيره واحنا بنتكلم على يعني بنتكلم على حاجه خارج اطار الحياه القداسه القداسه التي بدونها لن يرى احد الرب ده نص قال قاله بطرس الرسول في الرساله بتاعته فده نص لازم يفوق اي واحد بدونها لن يرى احد الرب الحق نفسك ربنا عايزك تروح الابديه وخايف عليك عشان كده بيديك الوصيه طب نيافتك تنصح بايه الحاسس ان ايمانه ضعيف ومش قادر يخضع خضوع كامل للوصية شوف السيد المسيح قال الامين في القليل امين ايضا في الكثير مم؟ مم. كان قدس البابا شنودة الثالث يقول لنا حاجة مهمة قوي يقول الانسان في افكار بتحاربه وهو صاحي أفكار بتحاربه وهو نايم. لو رفض الأفكار الشريرة وهو صاحي ربنا بقى هيكافئه إنه يطرد له الأفكار الشريرة وهو نايم. لأن الأمين في القليل أمين أيضاً في الكثير. والمثل الإنجليزي بيقول إن رحلة الآلاف ميل تبدأ بخطوة. فالإنسان يبتدي ينفذ وصايا ربنا على فكره دي ليها علاقه بالتدريب بتاع الحلقه دي تحب اقوله دلوقتي ولا نخليه في اخر الحلقه يعني شوقتنا سيدنا فنسمع بقى دلوقتي التدريب هو ان الواحد وهو بيقرا يختار ايه ذهبيه ويكتبها بره ويلتزم طول الاسبوع ده انه يجاهد على اقصى جهده انه ينفذ الوصيه دي يعني واحنا بنقرا في قراياتنا اليوميه ايه تلمس قلب الواحد أيوة. فيكتبها بره ويحطها كمنهج لحياته خلال خصوصا الاسبوع خصوصا لو حس ان دي رساله من ربنا لي وهو بيقرا يعني هو ده التدريب الاسبوع ده هو تدريب سهل يعني من ظاهره ممكن ممكن يمشي فيها على طول مش بعد اسبوع يرجع يكسرها تاني ما هو لو التزم اسبوع هتبقى تلقائي ان هو مكمل فيها عشان يقدر ينمو في تنفيذ الوصيه ممكن ننقل بقى طيب قبل ما ننقل استاذ نيافتك ناخد فاصل اه قوي ونرجع مره تانية بكل السرور اعزائي آه المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا المفتوح مع نيافه الانباب شوي ابقوا معنا مساء الخير رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين نرحب بيكم مرة تانية في حوار مفتوح مع في الأنبا بنرحب بالسادة الحضور معنا في الاستوديو وحلقتنا النهاردة بعنوان كيف ندرس الكتاب المقدس بروح الخضوع والاستماع خدنا قبل الفاصل كيف ندرس بروح الخضوع هنتنقل دلوقتي إلى كيف ندرس بروح الاستماع أيوة عايزين نعرف سيدنا ازاي ندرس الكتاب المقدس بروح الاستماع وفعلا لازم ن... الآيات عددها قليل المرة دي في الجزء ده نقولها بسرعة تفضل قبل ما نخش في ديسكشن مناقشات بيقول في المزمور 84 من صلوات الأجبية إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله اللي هو مزمور رضيت يا رب عن أرضك لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه والذين رجعوا إليه بكل قلوبهم. لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. نفس المزمور في البيروتية مزمور 85 الآيات 8 و وتسعة. إني أسمع ما يتكلم به الله الرب. لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولأتقيائه فليرجعن إلى الحماقة. اللي هي في المزمور الترجمة السبعينية الإبطية متاخدة من اليوناني السبعينية وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم يعني وقعها حلو كده يعني اللي هي فعلا يرجعنا إلى الحماق لأن خلاصه قريب من خائفيه ليسكن المرجد في أرضنا دي زيادة شوية عن ال... يعني مشي مشي في المزمور حتة زيادة بعد كده عندنا دول الايتين دول هما نفس الايه بس من الاجبيه ومن بعد كده عندنا من حبقوق وصميل الاول وعبرانيين ايات صغيره قوي يا رب قد سمعت خبرك فجزعت سمعت ها يا رب عملك في وسط السنين احيه في وسط السنين عرف في الغضب اذكر الرحمه يعني لما تغضب افتكر رحمتك يعني حبقوق ثلاثة اثنين سمعت بيقول سمعت خبرك في سمويل الأول ثلاثة تسعة صمويل كان طفل صغير بيخدم مع علي الكاهن كانت أمه ندرة فقال علي للسمويل اذهب اتجع ويكون إذا دعاك اللي بيندهلك يعني ما هو مش عارف مين اللي بيندهله صمويل مش عارف فقال له قول تقول تكلم يا رب لان عبدك سامع فذهب صمويل واتجع في مكانه وفعلا ربنا كلمه وقال له على رساله مهمه جدا يبلغها لعلي الكاهن في العبرانيين ثلاثه تل... خمستاشر ودي مقتبسه من المزمور ووردت مرتين في عبرانيين ثلاثه مرتين اول مره قال كما يقول الروح القدس في عبرانيين 3 بس الايه اللي محطوطه هنا اللي جت بعديها في نفس الاصحاح فرجع كررها قال اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم اذا سمعتوا صوت ربنا ما قلبكم دي تنفع كمان في حكايه الخضوع بس هنا كمان فيها سمعت في الاستماع وفي المزمور موجودة برضو اليوم إن سمعتم صوته فلا تخصوا قلوبكم وفي, وفي, نفس الإصحاح يقول الروح القدس يعني إيه؟ يعني جاية مع تأكيد إن ده أمر إلهي واضح من الروح القدس وإن كنا بنؤمن طبعاً إن كل الكتاب هو موحى به من الله استاذ نيافتك معانا اسئله من الساده الحضور ايوه نقدر نبدا بيها اتفضلي انا اسمي ميري عماد صلاح كان عندي سيدنا سؤال اسمك ايه؟ ميري عماد صلاح اه بنت الاستاذ عماد صلاح المحامي ايوه يا ايوه طيب اهلا بنيافتك <applause> <applause> كان عندي سؤال في انجيل معلمنا لوقا الاصحاح 16 في مثل وكيل الظلم ايوه بيقول فمدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمة فعل. ايه سبب هنا ان ربنا مدح وكيل الظلم مع انه يمكن يكون استخدم الحكمة بشكل مش يعني مش يعني هو كده سرق سيده تقريبا. فايه سبب هنا ربنا يمدح وكيل الظلم؟ السيد المسيح هو ده السؤال مهم طبعا. السيد المسيح قال كونوا ودعاء كالحمام حكماء كالحيات. يعني بيقول لنا تبقوا تعبين. وتقرصه زي الحية ما ينفعش هو بيقول بس تاخده من الحية حكمتها بتعرف تتصرف بطريقة فيها يعني ما اقدرش اسميه ذكاء لكن ممكن زي ما قال السيد المسيح قال انه حكمة يعني مثلا بتعمل الجحر بتاعها له مدخل وله باب تاني منفذ عليه جبت سيخ حديد ودخلت وراها بالعصاية أو كده وقعدت تغز فيها هي بتكون طلعت من الناحية الثانية لكن ما يقصدش إن الواحد يلسع زي الحية زي ما قال يعقوب عن سبت دان قال دان إفعوان يلسع على الطريق حية تلسع على السبيل يلدغ عقبي الفرس فيرتد راكبه إلى الوراء بمعنى إن الارتداد هيحصل من سبت دان يعني الوحش هيجي من سبت دان زي ما قال القديس اريناوس وكما ورد في سفر أرميه أيضا فبيقول إنه إفعوان على الطريق حيه تلدغ تلسع ده حاجه مصيبه كارثه لكن لما مدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة صنع يقصد أنه في الآخر قال اصنعوا لكم أصدقاء من مال الظلم طب هل مال الظلم اللي احنا نسرقه؟ لا القديس باسيليوس الكبير قال مين هو الحرامي إلا اللي, اللي عنده معطفين وحطت واحد في الدولاب واخوه بره بيموت من البرد يعني واحد غلبان فقير بره بيموت من البرد وهو شايل بلطه ملوش لازمه ده ما حرامي ما يبقاش مال ظلم مش بس كده امتى ابتدى يبقى في حاجه اسمها المال الخاص وفي غني وفقير بعد سقوط ادم لكن الاول كانوا في الجنه من جميع شجر الجنه تاكل ملكية لا لا ملكيه ولا يقول انا عندي فدانين ولا ثلاث فدادين ولا واحد يملك والتاني بي بيعزق له في الأرض ولا حاجة من دي خالص ولذلك لما الكنيسة ابتدت بعد حرور روح القدس يقول كان كل شيء بينهم مشتركا وكانت نعمة على جميعهم إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا نعمة وصارت آيات تجرى على أيدي الرسل كان يبيع الأملاك والمقتنيات ويضعون أخ... أسمنها تحت أقدام الرسل عشان يوزعه على كل واحد حسب احتياجه ما كانتش شركه اجباريه ما امروش حد اجبارا انه يعمل كده لكن كانت من منطلق حياه الشركه والحب بين جماعه المؤمنين لكن انه انه جت مثلا في روسيا صدرت قوانين نزع ملكيه الناس بالقوه وبتاع و... وناس اتقتلت كتير في أيام جوزيف ستالين وفضلت على كده سبعين سنة وفي الآخر فشلت الناس ما استحملتهاش أنا مش قصدي أتطرق إلى ما حصل في روسيا بالتحديد لكن عايز أقول نظام الشركة في المسيحية هو اختياري لكن فعلا ما بيبقاش فيه حد محتاج وما حدش سائل فيه ده مستحيل كان يحصل في الكنيسة الأولى ويا ريت إن ده يبقى المنهج بتاع الكنيسة على طول فهو مال الظلم إنه بيقول اصنعوا لكم أصدقاء مال الظلم حتى متى فنيتم يقبلونكم في المظلة الأبدية مش مال الظلم يعني المال اللي احنا نروح نسرقه ولكن مال الظلم اللي هو إن بقى فيه إنسان بيموت من المرض أو من الجوع أو من العري ومحدش سائل فيه ده يبقى ظلم دي حاجة حاجة تانية المسيح نفسه لما اتكلم عن يوم الدينونة قال اذهبوا عني يا ملاعين قالوا له ليه احنا عملنا ايه؟ قال لهم كنت جوعانا فلم تطعموني عريانا فلم قالوا له طب امتى احنا شفناك امتى؟ قال لهم بما انكم فعلتم باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلتم اللي بيرحم المسكين بيرحم خالقه الكتاب بيقول كده فاولا مال الظلم ما هوش المسروق ولا عمر السيد المسيح هيقول نسرق عشان نتصدق الحاجة الثانية ان الحكمة اللي اتكلم عنها كان يقصد انه بحكمة صنع إنه جاب المديونين كلهم وخفف المديونيات اللي عليهم بس بقى إيه؟ ما ينفعش يبقى من مال غيره لكن من مال الرب اللي هو مال سيده اللي مديهوله تمشي ما هو في ناس كمان بتسأل مدح السيد وكيل الظلم هل هو السيد هو السيد المسيح؟ ولا السيد اللي هو سيده؟ لان مكتوب كده ان سيده قال له اعطيك اعطيني حساب وكالتك لانك لا تكون وكيلا بعد انا رايي ان السيد اللي مدح وكيل الظلم هو السيد المسيح لانه هو استند عليها وقال اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم اذ بحكمه صنع هو مدح الحكمه مش التصرف الغير أمين في مال سيده من زاوية معينة واللي يأكد دي اللي هو كونوا حكماء كالحياة ودعاء كالحمام في واحد يقدر يبقى حية وحمامة في نفس الوقت ده مستحيل ياخد من الحمامة حكمتها ومن الحية متأسف ودعتها ومن الحية إيه حكمتها نرجع مرة تانية سيدنا لروح كيف ندرس الكتاب بروح الاستماع كنت نفتك قلت لنا شوية آيات ولكن عايزين نفهم أكتر كيف ندرس بروح الاستماع آه عشان بس ما نسيبش الجزء ده بدون تفسير ومع ذلك هنكمل استماع الأسئلة يعني تفضل يا سيد هو الانسان وهو بيقرا الكتاب المقدس يا ترى بيحس ان ربنا بيكلمه في رساله من اجمل العبارات اللي هي اني اسمع ما يتكلم به الرب الاله دي ممكن وهو بيصلي يسمع صوت ربنا يكون موضوع محيره وعمال يصلي كذا مره ثلاث دفعات على الاقل وفي الدفعه الاخيره يحس ان في صوت من ربنا بيتأكد من أب اعترافه كمان أن يقول له أيوة هو ده الاختيار الصح في التصرف حيرة لا برضو دي سيدنا لأن دي معضلة ساعات كتير يقول لك أنا حاسس أن أنا سمعت صوت ربنا وهو ممكن ما يكونش هو لا هو ما ده. هو يتأكد من أب اعترافه بس يكون أب اعتراف مختبر لأن الأباء بيقولوا اختبر مرشدك لإلا تكون ذهبت إلى مريض لا إلى طبيب مم. يعني لازم قبل اعتراف يكون إنسان واضح فيه إنه في روح ربنا أو إنه عنده حكمة إلهية في إرشاده للناس ولكن زي سيدنا أنا وأنا واقف أصلي أحس إنه هو ده صوت ربنا اللي جاي لي ما أنا قلت بتحس إن صوت العدو الخير بيسبب لك بلبلة ويلا بسرعة بسرعة بسرعة, بسرعة. إلا لو كان واحد محتاج إنقاذ سريع دي حاجة تانية. لكن صوت ربنا تلاقيه هادي ومريح للنفس وتحس بسلام داخلي ويتأكد مع أب الاعتراف. نرجع بقى لأني أسمع ما يتكلم به رب الإله في القراية بقى. أنا وأنا واقف في الكنيسة الإنجيل بيتقرأ ها؟ خفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. دي رسالة دخل الأنبا أنطونيوس سمع الشماس بيقول اذهب وبيع كل مالك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني حس ان ده ربنا بعت له رسالة في اليوم ده وراح وكان غني وباع أمواله وحط أخته في بيت للعزارة وراح عاش على ضفاف النهر وبعدين في مقبرة وبعدين خرج إلى البرية الشرقية وبقى أب جميع الرهبان في العالم كله على العكس الشاب اللي قابل المسيح شخصيا الشاب الغني الغني والمسيح قال له بما انك بتقول انا حفظت الوصايا اللي هي الوصايا العشر منذ حدثتك يعوزك شيء واحد انت متحب الفلوس قوي اذهب بيع كل مالك واعطي الفقراء وتعالى اتبعني حاملا الصليب فيكون لك كنز في السماوات فمضى ذلك الشاب حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة بعدها المسيح قال يا بني ما أعصر دخول المتكلين على أموالهم إلى ملكوت السماوات يعني القصتين دول سيدنا لو حبينا نطبقهم على ده بالظبط نفس السماع والخضوع نفس الفقرة اللي قالها المسيح للشاب سمعها من بنطونيوس بس ده سمع وخضع وده سمع ولم يخضع سمع ونفذ سمع و... واستقبل فروح الاستماع هي اللي هتوصل ايضا للخضوع للخضوع وتنفيذ الوصيه مم. انا دي رساله من ربنا ليا طب وانا افوت الفرصه دي ليه ومن هنا كان بدايه الرهبنه الرسميه في تاريخ المسيحيه كلها طبعا كان في رهبنه أم كان سايح في البريه قبل الانبا انطونيوس واكيد كان في ناس خرجوا للبراري لكن اقصد الرهبان الرسميه لان تجمع حواليه تلاميذ بعد كده وتلميذهم وانشا جماعه رهبانيه وبعديها جت بقى رهبانة الشركه والاديوره والبراري وكان الواحد وهو مسافر من من بحري لغايه اسوان طول الطريق يسمع صوت رهبان بتصلي المزامير بنغمه طول الطريق وهو مسافر هنا في مصر وطبعا معروف ان الرهبنة عملت ايه في تاريخ الكنيسة حتى القديس أسانسيوس الرسول اللي هو حامل الإيمان المسيحي التلمذ على القديس انطونيوس ثلاث سنين ثلاث سنين قبل ما يبقى بطريرك طيب هستاذن نيابتك نقف لدقايق مع سؤال من احد الحضور ايوه اه اتفضل يا انا ابن نيافتك الام بطرس بطرس وكيل عام المطرانيه والحقيقه في البدايه كان اسمه جرجس في السوق ايوه تمام ايوه اتفضل في الحقيقه في البدايه سيدنا بشكر نيافتك من اجل هذه الحلقه الدراسيه الاسبوعيه وهذه الدراسه المحببه جدا للنفس انا سيدنا عايز اسال سؤال وتعليق قداسه البابا المتنيح البابا شنوده الثالث قال مره ان كلمات الكتاب المقدس هي غلاف بيحمل في اعماقه معاني قويه وقال ان دي زي الصدف اللي جواه لؤلؤ ف قلت لنا مره إن الإنسان يستطيع من خلال التأمل في كلمات الكتاب إنه يطلع اللآلئ اللي موجودة فيه فنفسي يفتك تلقي الضوء على فكرة التأمل في إنه في أحداث ميلاد السيد المسيح قتل أطفال بيت لحم من أجل أن ينجو السيد المسيح التعليق السيد ده بمناسبة الخضوع والاستماع هل أستطيع أن أقول إن السيدة العذراء مريم لأنها كانت إنسانة خاضعة ومشهورة بالإتضاع والخضوع، كانت تحفظ كلمة الله وتفتكر بها في قلبها؟ هل بسبب خضوعها هذا أم إيه؟ ده السؤال الثاني يعني. طيب شكرا. شكرا يا ممكن تستنى لو حبيت تناقش سيد لو حبيت تعال تعقب يعني على الكلام متشكر على المقدمة اللي قلتها و الخمس بطرس مش بس وكيل مطرانية ده أستاذ علم الوعظ في عدة كليات إكليركية فلما نيجي نناقش أستاذ في علم الوعظ دي شغلانة يعني لكن هو تلمس على قداسة البابا في الرعيل الأول بعد تتويج البابا شنودة الثالث في الرعيل الأول الكلية الإكليركية في القسم المسائي الجامعي في اسكندرية فهو أول دفعة اتخرجت على إيد قداسة البابا في إكليركية اسكندرية كان بيسافر من دسوق إسكندرية لأنهم قريبين من بعض أولادك يا سيدي فلما انا اترسمت لقيته لازال بيكمل هذه الدراسة لأنه مرسوم من قبل أنا ما اترسم أسخف للأبرشية دي وخليته يستمر وشجعته طبعا ولغاية ما تخرج فحكاية أنه غلاف وجوال قالق طبعا من الآيات اللي قرناها النهاردة بيقول في المزمور 119 الآية 33 علمني يا رب طريق فرائضك فأحفظها إلى النهاية والآية 34 فهمني فألاحظ شريعتك وأحفظها بكل قلبي فمش كفاية أن الواحد يقرأ لكن محتاج أن ربنا يشرح له ويفهمه علمني يا رب طريق فرائضك فاحفظها الى النهايه وطبعا ايات تانية كتير قلناها او ما قلناهاش بتاكد المفهوم ده موضوع اطفال بتلح في منتهى الجمال الحدث ده السيد المسيح هرب والملاك مرسل من الله أمر يوسف خذ الصبي وأمه وهرب إلى مصر طبعا غير أن مصر خدت بركة وقال بقى مبارك شعبي مصر ربنا في نفس الإصحاح اللي اتكلم عن مجيء العيلة المقدسة إلى مصر وإيمان شعب مصر بالمسيحية وإلى آخره. لكن خلي دي على جنب دلوقتي انا عايز اعمل فوكسنج يعني اركز على حادثة قتل الاطفال السيد المسيح كان لسه ما بداش الرسالة بتاعته ولا وعظ ولا قال شريعة العهد الجديد ولا تلمز الرسل م? ولو اتذبح كده وخلاص يبقى في ممكن نقول ان هو قبل انه يتجسد وسمح انه يذبح لكن مفيش جلد مفيش تهزئ ما هو حمل خطايانا ونحن حسبناه بيقول أشياء عن عن اليهود يعني ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله وهو مجروح لاجل معاصينا فيقول يبست مثل شخف قوتي والتصق بلساني بحنك جعلوا مسامير في جسدي وفي عطشي سقوني خلا عشان كده المسيح الصليب قال قد اكمل يعني اكملت نبوات الالام واكمل وفاء الدين مش بالموت فقط ولكن كان لازم زي ما بطرس قال الذي بجلدته شفيتم على الاقل الواحد يتكسف على روحه لما يشوف البار القدوس بيتجلد بداله بيتلزز بالخطيه ليه طب والجلادات الحارقه دي ما ما تخليهوش يحس يبقى اذا لو المسيح اتذبح صحيح هيبقى مات من اجلنا لكن طب فين الكنيسه فين تعليم العهد الجديد فين الرسل اللي هيبشروا فين لما نفخ في وجوههم وقال اقبلوا روحا قدسا من غفرتم لهم خطاياهم اعطاهم سلطان الكهنوت ومن امسكتم عليهم سكت فين وفين, وفين 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 ها ومين هيدرى ان هو امن الاموات وكل الكلام ده كله فاذا يبقى كان لازم المسيح يبتدي رحله الصلب بعد ما يؤدي الرساله بتاعته اللي هو جاي من اجلها في مغزى تاني بقى انه لو المسيح هرب كل الاطفال اللي من سنه من سن سنتين فما دون يتذبحوا طب يعني ايه يعني لو المسيح هرب من الصليب تهلك البشريه كلها واذا اتصلب يتم الفداء فهنا فيها مغزى رهيب جدا حتى في هروبه المسبب لكن بيقول لو انا هربت من الصليب بيقولوا له خلص نفس كثيرين اما نفسه فما يقدر ان يخلصها. طب ما مش عايز يخلص نفسه من على الصليب لانه جاي يخلص العالم. السؤال الثاني كان ايه؟ كان يا سيدنا ان السيده العذراء بمناسبه شهر كياك اللي بتدي الاسبوع ده هل لانها كانت خاضعه؟ و اه كانت تحفظ <applause> جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها السيدة العذراء دي بقى بنقول إن هي العرش اللي شالت الرب الإله هي سماء ثانية جسمانية هي ارتفعت فوق الشروبيم والسرافيم ده احنا لو عنا نتكلم على العذراء مش هنخلص لغاية كياك اللي, اللي بعديه مش اللي جاي ده يبتدي يوم الحد الجاي من عشية الحد اللي هو يوم السبت بعد الغروب <سؤال> يمكن <applause> بشرط العذرة برضه سيدنا بت, بت يعني تتناسب مع الخضوع والاستماع في ان هي سمعت وخضعت للملاك لما جاب بشرها <applause> هو اذا انا امت الرب ليكن ليك قولك فالإصابات بالروح القدس قالت طوبى التي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل لها من قبل الرب امنت بالتجسد الالهي الموضوع اللي حير عقول اللاهوتيين وكبار العلماء يمكن في نفس الفترة سيدنا برضو زكريا كاهن لما سمع ما خضعش بنسبة 100% وعشان كده قال له تقعد ساكت لغاية لما مراتك تلت قال له كيف فيكون لي هذا وأنا قد شخت وامرأتي متقدمة في أيامها يا سلام طب ما إبراهيم وسره ما كان كده يا زكريا أنت مش كاهن وحافظ التوراة ما كانش عنده خضوع اه قال له انت هت... هت هتكون صامت مش هتقدر تتكلم لغايه ما هيتم كلامي الذي قلته في حينه وفعلا خرج بقى يشاور للناس كده وما عرفش يتكلم حتى لما اتولد يوحنا وقالوا له نسميه ايه قال لهم هت هتولي حاجه اكتب شاور يعني فكتب اسمه يوحنا وفي اللحظه دي انفتح لسانه كانوا عايزين يسموه على اسم ابو زكريا عشان الراجل قرب يروح فعايزين يخلوا اسم يستمر في العيله طيب عشان احنا وقتنا يعني شبه انتهى سيدنا سريعا عايزين نعرف زي ما تعودنا من يفتك كل حلقه ناخد بركه من برقات الكتاب المقدس أوه. عايزين البركه الجديده اللي هناخدها من قراءه ودراسه الكتاب المقدس معرفه معاملات الله مع الانسان بمعنى يعني من خلال قراءتنا في أحداث الكتاب المقدس ووعود الله اللي موجودة كتير في الكتاب المقدس بناخد خبرة ربنا بيتعامل مع الإنسان إزاي؟ إمتى بيزعل إمتى بيطول باله إمتى بيعاقب وإمتى ما بيعاقبش والعقوبة نوعها إيه؟ وطبعا لازم نميز بين شرائع العهد القديم وشرائع العهد الجديد، شريعة العهد القديم كانت بسبب إن الإنسان لسه ما تمش الفداء وما اصطلحش مع ربنا. شريعة العهد الجديد كانت بعد إتمام الفداء. بس الحساب عسير في الأبدية. من خلف ناموس موسى فعلى فم شاهدين أو ثلاثة شهود يرجم بدون رأفة. فكم عقابا أشر يحسب مستحقا من دس إبن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعم يعني ايه يعني شريعه العهد الجديد اللي فيها حنيه وطبطبه الحساب ايه يزخ تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب ف ي... ي... يرجع الواحد يقول يا ريتني كنت اتعاقبت بشريعه العهد القديم بس خلي بالك في حنيه وفي طولة بال وفي وفاء للدين وكل ما بتخطي وتتوب من قلبك الخطيه بتتغفر ها ولكن برضه في عقاب لا ده بيقول كده كم عقابا اشر خلي بالك ده كلام بولس الرسول في رسالته الى العبرانيين يتبقى لنا اخر محطه في حلقه النهارده سيدنا وهي اللي يمكن ذكرتها في نص الحلقه ولكن نعيدها مره تانية هي التدريب الخاص بالاسبوع ده لغايه يوم الجمعه الجايه مع وعد اللي بعتين ايميلات اه في الحقيقه انا مش لاحق اقراها وكنت كنت اعتذر لهم في اخر الحلقه ان احنا مش هننساها وممكن الحلقه الجايه نبتدي بيها عشان ما نتزنقش في الوقت خلاص لو شاء الرب وعشنا ان شاء الله طيب فما يزعلوش يعني ويبعتوا تاني مفيش مشكله بس باولويه الو الوصول الوصول يعني حاضر التدريب اختيار ايه تلمس قلب القارئ يكتبها خارج الكتاب عشان ما تتهش في وسط زحمة الصفحات الكثيرة ويجاهد في الالتزام بها هذا الأسبوع آية تكون لمست قلبه ويحطها منهج ليه يمشي عليه خلال الأسبوع الأسبوع ده بس متهيألي إنه لو فعلا عمل كده هتتحول إلى منهج لحياته يا رب يا سيدنا ده اللي نتمنى ويبقى برضو الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير أمين أيضا في الكثير فيؤتمن على نعمة أكثر نشكرك يا سيدنا يافت الأنباب شوي مطران دمياط وقفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة ببراري بالآس هو مدير معهد دراسات درسات شكرا ليك يا سيدنا دايما بناخد بركة من تعليمك شكرا قوي شكرا ليك يا سيدنا شكرا أستاذ هاني أشكركم أعزائي الحضور شكرا ليكم لحضوركم تشرفكم شكرا لكم اعزائي المشاهدين وعلى وعد بلقاء الاسبوع القادم يوم الجمعه مستنين ايميلاتكم مستنين مشاركاتكم عبر التليفون وحلقه جديده وحوار مفتوح